ممكن افهم ايه لازمه الحوارات والافلام الامريكان اللي انت عاملها لي دي؟ انا عمري ما كنت بتاع حوارات ولا افلام يا ولاء، انت عارفه كده كويس. لا انا ما اعرفش عنك حاجه خالص. وخلي بالك يا تامر، انا لحد النهارده عامله حساب العشره، لكن تصرفاتك المتخلفه دي انا عمري ما هقبل بيها تاني. جو ان انا الاقيك طالع لي من كل حته وماشي ورايا بالعربيه وتعرف انا خارجه فين وتيجي ورايا، ردي المره الجايه هيزعلك. ولا انا ما كانش قدامي حل غير كده. انت عماله بلوك من كل حاجه، هوصل لك ازاي يعني؟ وتوصل لي ليه يا بني ادم انت؟ وانت ناسي ان انا متجوزه دلوقتي وعلى ذمه راجل لازم اصون واحافظ على اسمه؟ زي ما صنتك وحافظت على اسمك زمان. عندك حق. بس صدقيني الموضوع لو ما كانش خطير ما كنتش عملت كده. ولما تسمعي الفويس نوت اللي معايا هتعرفي. فويس نوت ايه؟ فويس نوت. بعتها مرات ابوكي للبيل اللي انت متجوزاه وخايفه على سمعته ومتضايقه قوي من قعدتك معايا علشان. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ اكيد كذاب. اسمعي يا ولاء. اسمعي الاول بعدين احكمي. معتز بقول لك ايه؟ اسماعيل بكره نازل بدري وولاء كمان. يعني الاثنين مش هيبقوا في البيت. اخر نزولك للشركه شويه وعدي عليا. عشان عايزك ضروري. اوعى حد من الشغالين يشوفك. وما تتاخرش. باي باي يا حبيبي. انا ما كنتش عايز اشوفك كده خالص يا ولاء، بس البيل اللي انت متجوزاه اتجوزك بس عشان يخش بيت ابوكي ويبقى مع سميحه براحته، ويا عالم بقى متفقين على ايه تاني.